السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة من وصفات عيد الأضحى، وصفة اللحمة بالخلطة. الوصفة دي جميلة جدا يا جماعة وسهلة، مفيش فيها أي حاجة، كلها بتتعمل في صينية واحدة كده زي ما انتوا شايفين، وطلعة تحفة زي ما انتوا شايفين أهو، حلوة جدا. ممكن تعمليها في بايركس أو أي صينية، وفيها صوص كده جوسي زي ما انتوا شايفين، حلوة قوي. ممكن تاكليها بعيش، ممكن تاكليها برز، هي حلوة، وصفة جميلة وسهلة، وبتتعمل في الفرن وبيبقى طعمها رائع يعني ما شاء الله. انا اسفة اني اتأخرت عليكم في الوصفات بس كنت تعبانة شوية. معانا المقادير، معانا لحمة، اللحمة تكون فيها يعني نسبة دهون كده زي ما انتم شايفين، تمام. ومعانا 2 فلفل اخضر متقطع صغير، و4 فصوص من الثوم متقطعين صغير برضو، ومعانا قرن فلفل حامي، ومعانا ليمونة ونص، ومعلقتين من الزيت، ومعانا البهارات، معانا ملح وفلفل اسود وبيبقى صيني، ومعانا كركم وبابريكا وكزبرة ناشفة وكمون، ومعانا 2 من الطماطم متقطعين صغير برضو زي ما انتوا شايفين، كلها تقطيعة صغيرة كده زي بعضها. ومعانا بصلتين كبار برضو متقطعين، ومعانا 2 كوباية من المية، ومعانا صينية بايركس ومغلفاها بالفويل زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي اول حاجة نعملها مع بعض. هنبتدي نجيب اللحمة ونحطها في الصينية، هي بتتعمل يا جماعة كلها في صينية واحدة، أكلة سريعة وسهلة وطعمها حلو جدا، ومش بتخليكي تستهلكي برضو مواعين كتير وكده. يعني هنحط اللحمة كده في البايركس، احنا متفقين ان احنا حاطين في البايركس كده فويل مغلفينه، انا بحب اغلفه بالفويل زي ما انتوا شايفين كده معاكم، تمام. وهننزل على اللحمة هننزل عليها بالبصل المتقطع صغير زي ما انتوا شايفين كده، هننزل بالبصل، وبعدين هننزل علينا عليه بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها. البهارات دي من كل حاجة يعني تقريبا نص معلقة صغيرة الا الملح والفلفل، معلقة ومعلقة، تمام كده. وهننزل برضو بعد البهارات بمعلقتين الزيت، هما معلقتين زيت بس، مش بنحط فيها نسبة دهون عالية لان هي بالفعل اللحمة فيها نسبة دهون يعني، فاحنا مش محتاجين دهون تاني. فهندعكها كويس كده بالخلطة، هنتبلها عشان البهارات تاخد من اللحمة، تاخد من البهارات والبصل كويس جدا. نخلطهم كويس كده مع بعض، وهننزل بالفلفل الأخضر والفلفل الحامي والثوم، وهنسيب الليمونة ونص دلوقتي كده على جنب، هقول لكم هنحطها امتى. وبرضو هنخلط كويس المكونات كلها مع بعضها. هننزل بالطماطم، تبقى أكلة جميلة جدا يا جماعة، وفيها صوص كده ممكن تاكليه برز ابيض، برز بسمتي، ممكن بالعيش يعني، ممكن تاكلي ممكن بمكرونه يعني زي ما انتوا، هي تمشي مع اي حاجه، هي حلوه جدا وطعمها لذيذ قوي. دي وصفه جميله كده ولذيذه من وصفات عيد الاضحى، اتمنى تعجبكم لما تجربوها ان شاء الله. معلش متاخر عليكم شويه في الوصفات، كنت تعبانه شويه. وبعدين هنعصر الليمونه ونص بقى اخر حاجه خالص، احنا حطينا كل المكونات على اللحمه، نخلطهم كويس. انا بحط ورق فويل في الصينيه عشان يعني احمي الصينيه شويه من ان هي تتحرق بنسبه كبيره في الفرن، لان سوى اللحمه كامل في الفرن. انا نسيت اقول لكم في البهارات، وهنحط ورقتين من ورق اللورا، انا حطيتهم دلوقتي قدامكم اهو، معلش انا اسفه. وهنعصر الليمونه ونص فوق الوش كده، وهننزل بكوبايتين الميه، كوبايتين ميه عاديين خالص مش سخنه ولا حاجه، لو سخنه تبقى كويسه جدا. وهنغطي الصينيه برضو بفويل لان احنا هنسويها في الفرن، فاحنا يعني لازم نحافظ على طراوه اللحمه وسويها، فاحنا لازم نغطيها بحاجه يعني، لان لو ما غطيناهاش ممكن اللحمه تنشف وتتحمر قبل ما تكون استوت، فاحنا محتاجين هي هتستوي سوى كامل بتحمير في الفرن، فدي خطوه مهمه جدا لازم نعملها ان احنا نغطيها بالفويل. لو انت ما عندكيش فويل ممكن اي طاجن بغطا، ممكن صينيه وعليها غطا، فاهمين قصدي، ما تربطيش نفسك
بالبايركس يعني عادي، من وقت للتاني هتحطيها على شبكة، على شبكة في الفرن على درجة حرارة 180، يكون الفرن سخن من قبلها. ومن وقت للتاني تابعيها، لو المية نقصت من عليها زودي نص كوباية بنص كوباية. يعني دي تقريبا أخدت مني حوالي من 4 ل 6 كوبايات من المية، يعني أخدت غير الاتنين دول 4 كمان، بس على مراحل. يعني كل ربع ساعة المية بتنقص، أنا بزود نص كوباية. إيه، لكن ان انا احط مرة واحدة المية دي خطوة مش صح خالص، بتضيع طعم البهارات منها وطعم التتبيلة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا كنت مستعجلة فما سبتهاش في التتبيلة، يفضل طبعا تسيب في التتبيلة شوية قبل ما تدخل الفرن. زي ما انتوا شايفين انا اهو يعني بجيب الفويل عليها، بغلفها بالفويل كويس جدا عشان زي ما انا بقول لكم احافظ على طراوتها وسويها سوا كامل في الفرن. هدخلها دلوقتي الفرن على فرن سخن ويكون درجة حرارة عالية، بس تتحط على الشبكة. وممكن بعد ما تستوي خالص، هي بتقعد على حسب اللحمة، ممكن تقعد ساعة ونص ولا حاجة، تفتحي لها شوية شواية شوية. هي خرجت من الفرن جميلة حلوة جدا، والصوص بتاعها لذيذ جدا يا جماعة، طعمها تحفة. يا رب تجربوها كده وتعجبكم. وعايزة كده رأيكم في التعليقات، عايزه لايك كده حلو على الفيديو، عايزه تشجيع منكم عشان حاسه ان مفيش حد بيشجعني.